السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم رأفت محمود زيني وهذا بودكاست تاءات. حلقة اليوم بعنوان تطوير المنتجات يبني العضلات. ترتكز معظم منظمات تطوير المنتجات بأنواعها على توظيف التقنيات التي تمتلكها أو التي تستطيع الحصول عليها في منتجات ابتكارية جديدة تلبي احتياجات المستفيدين ضمن قيود الوقت والتكلفة المطلوبة ودون الخوض في غالب الأحيان في مجال الأبحاث الأساسية. من أشهر تلك المنظمات مركز سكانك ووركس لتطوير الطائرات العسكرية السرية، والذي كان يعمل باستقلالية عن شركته الأم لوكهيد مارتن ووفق قواعد خاصة تعرف بقواعد كيلي 14 التي يعزى لها تمكن سكانك ووركس من تطوير منتجاتها في وقت قصير وبتكلفة أقل مما هو مخصص لها. طورت في سكانك ووركس طائرات متعددة، أشهرها في العصر الحالي طائرة الشبح، وسبقتها بلاك بيرد ويوتو التي أسقطها السوفيت وتسببت في إحراج للحكومة الأمريكية عندما اعترف قائدها بأنه كان يقوم بعملية تصوير تجسسية وحكم عليه بالسجن إلى أن تم استبداله في صفقة تبادل للجواسيس وثقت في فيلم جسر الجواسيس. من القصص الطريفة عن تطوير طائرة يوتو التجسسية أنها احتاجت لوقود يشتعل بموثوقية عالية على ارتفاع 70,000 قدم، فطلبت سكانك ووركس وبكل سرية تطويره من شركة البترول العملاقة شل، ولم تجد شل مادة شبيهة بالكيروسين تفي بالغرض سوى مبيد الحشرات المعروف أنذاك بفليت، فحولت أطنان منه إلى سكانك ووركس لتشغيل الطائرة واختبارها، مما تسبب في نقص حاد للمبيد في الأسواق الأمريكية نهاية الخمسينيات. وهكذا كان ديدن سكانك ووركس في التعامل مع الشركات الوطنية لتطوير الأنظمة المساندة التي تحتاجها في مشاريعها السرية، فتعاونت مع كوداك عملاق التصوير الفوتوغرافي آنذاك لتطوير أفلام عالية الحساسية، وبرات أند ويتني لتطوير محركات نفاثة متفوقة الأداء. وهكذا تتحرك القطاعات في دعم تطوير المنتجات فتتمرن بقية عضلات الاقتصاد. ولكن بين وقت وآخر يظهر هناك احتياج عاجل لمنتج خاص بمواصفات خاصة تتطلب تطوير تقنية جديدة، مما يستدعي المنظمة إلى الخوص العميق في البحث والتطوير دون ضمانات للنجاح أو حتى الاستفادة الآنية من النتاجات، لكنها يمكن أن تكون وسيلة لتكوين العضلات أيضا. فعلى سبيل المثال توصلت سكانك ووركس إلى اكتشافات جوهرية متعمقة في هندسة المواد والتيتانيوم تحديدا خلال مشروع تطوير طائرة بلاك بيرد الفوق صوتية، حيث اضطر المهندسون خلالها إلى تطوير تقنيات تشغيل معدن التيتانيوم وأدوات القطع والفك الملائمة له بعد التلف السريع لمعظمها خلال التجارب. كما اكتشف المهندسون خلالها حساسية التيتانيوم لمادة الكلور التي تؤدي لحفره رغم صلابته، ومادة الكادميوم التي تفتته رغم متانته. ومع الإصرار والالتزام وتوثيق التجارب والاكتشافات أصبح لديهم دليل عام ومنهج تدريبي متكامل للتعامل مع التيتانيوم، شكل مرجعاً وقاعدة انطلاق لاستخدام تلك المادة المذهلة في تطبيقات متعددة حول العالم. في المقابل طورت سكانك ووركس تقنيات متقدمة عديدة لبعض المشاريع، بعضها لم يرى النور في منتجاتها حتى، منها على سبيل المثال تقنية الهيدروجين المسال الذي تم إتقان التعامل معه كوقود مقترح لطائرة بوقود هيدروجيني مسال ثم ألغي المشروع. لم تمر على ذلك سوى بضع سنوات حتى نقلت سكانك ووركس التقنية لتستخدم في مركبات سنتاور الفضائية، وهكذا تحول ما بذله مهندسو وفنيو سكانك ووركس من جهد عظيم ومصبر ومثابرة على تعلم التصميم والتشغيل والتعامل مع الهيدروجين المسال لما كان يبدو وكأنه خسارة آنية إلى مكتسبات لاحقة أوصلت وطنهم والبشرية بجمعاء إلى الفضاء.
حقا فإنه لا يمكن التنبؤ يقينا بمخرجات التطوير وما يمكن أن تؤدي إليه من مكتسبات تقنية أو اقتصادية، وذلك لوعور الطريق الذي لا مناص من خوضه والصبر على لأوائه، وللفارق الزمني الذي قد يطول بين ما يبذل من جهد ومال وبين نتائجه الملموسة وتطبيقاته المتعددة. لكن ما يمكن معرفته يقينا هو أنه مذهل النهايات رغم العقبات. فمخرجات التطوير تحفز على التعلم وتبني القدرات وتحشد الطاقات للإنجاز واكتساب معرفة تورث للأجيال، فتستنبت التقنيات لتولد مزيدا من المنتجات، فتزدهر الصناعات وتنمو الصادرات وتبنى عضلات الاقتصاد مع كثرة الصعوبات وطول الفترات.